السؤال الثالث قال تفسير الحديث ما الشرك أخاف عليكم؟ لعل شيخ مزمل فسر ضمن الكلام بتاعه الحديث ذا ما الشرك أخاف عليكم. الكلام ده بعض العلماء بيقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما بخاف على الأمة كلها إنها تشرك كلها، يعني يبقى ما في موحد في الأرض، ده ما في الكلام ده، ده ما بيحصل إلا في وقت قيام الساعة تأتي ريح طيبة بتاخذ كل من في قلبه أدنى إيمان بيشيله، ما يبقى في الأرض إلا شرار الناس. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يتهارجون تهارج الحمر، ديل زي البهائم، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، لمن تكمل الأرض دي من موحد بتقوم الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قال إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، اللي بتقوم عليهم القيامة وهم حيين ما ماتوا، دي الأكعب بني آدم شرار الناس. قال والذين يتخذون القبور مساجد، دي شرار الناس. وفي البلد دي عندنا دي الأولياء اللي بيسوي القبر والراقد جوا، دي الأولياء ذاتهم، وعلامة الولي يكون عنده قبة. يعني ممكن تخش المقابر تلقى لك في 600 قبر راقدين ساي في وش الواطة دي، دي الراقدين ها قبر عادي التراب والمرقوم من القبر كبوه فوق، وفي واحد هناك واحد بس ده عامل له قبة، انت عينك ما بتقع الا عين في بتاع القبة ده، ذاك الولي. والراقدين ديل احتمال يكون في اولياء كتار انت ما عارفهم، مش ممكن ولا ما ممكن اصلا الا ابنه فيهم. الراقدين ديل ممكن يكون في اولياء كتار، لكن الناس عينهم ما تقع الا في ذاك، لانه بيعتبروا القبة دي دليل على صلاح الرجل، والقبة ما دليل، ده بنيان بتاع ناس الدنيا دي، ممكن يكون مزركشين ببرا انوار تولع وتطفي ورابط الله مكيف، شفته انا ما اعرف واحد مرسل صوره في الواتساب قبه رابط الله مكيف، انا والله ما قاعد اصدق الحاجات دي، لكن احتمال تكون في رابط الله مكيف فريون لقبه كويس. شوف يسوي قبه اربطوا ده كله، بالمناسبه ما بيغني على زول جوا ذاك اي حاجه، ما عنده اي علاقه مع برنامجه جوا، جوا اما جنه او نار، أكان جنة قبتك دي ما محتاج ليها، وكان نار قبتك دي بتعمل لشي بتمجد بتمجد. عشان كده يا أخواننا شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. نرجع للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إني لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، يعني الأمة كلها ما بتشرك، كلها كده ما بتشرك، لكن يبقى في سؤال، هل ممكن جزء من الأمة يشرك ولا ما ممكن؟ نعم، الإجابة في القرآن وفي السنة، ربنا سبحانه وتعالى قال وما أكثر الناس، خلي بالك الآيتين دول في سورة يوسف، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ربنا قال لك أكثر الناس ذيل أكثرهم ما مؤمنين، طيب دي آية، بعدها بآيتين طوالي ربنا قال وما يؤمن من الجبال، قال لك قليلين ذلك، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. طيب ده وين؟ ده في الامه دي ولا في امه ثانيه؟ ده في الامه دي، الشرك قاعد. النبي عليه الصلاه والسلام قال لن تقوم الساعه، الزول الدجاجيل اللي بيجيب الحديث ذاك ودار يغش الجماعه يقول لهم ما في شرك، ذاك ما حديث برضه انت بتجيبه معاك، قال لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس، الأليات دي الأفخاذ بتاعت النساء، قال لن تقوم الساعة ما حتقوم حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، وده صنم، يعني ده مش قال لك بيعبدوا بس في زحمة،
معنى الحديث كده في زحمة معناه كتار ناس بيجوا بيعبدوا ذا الخلصة صنم في جزيرة العرب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لن تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد. طيب النصوص دي مش واضحة؟ الشركة اللي قدامنا في الكتب ده واضح ذا ولا داير لنا فرين يتناقشوا فيه. الكتاب اللرقط ده اللرقط البهيني ده شفت ده جوا اسمه الفيوضات الربانية. ده الغلاف حقه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية كده قريت خلينا أنا أمشي جيلي من الدار السودانية. دي أكبر مكتبة في الوطن العربي هذه قاعدة هنا في السوق العربي. أمشي قول لهم يا ناس أنا دار كتاب اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية أقرأ من صفحة 64 وانت ماشي. ده قال أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة. قال أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى. خذ بالك سوداني سوداني ده كان مع منو؟ مع نوح. نوح ده بيتين سيدنا نوح ده أول رسول ربنا أرسل أول رسول. قال أنا كنت قاعد معه أنا قال كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي لمن ربنا سبحانه وتعالى أجر السفينة على وقلنا ربنا سبحانه وتعالى أنزل الماء من السماء وخرجت من الأرض وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. القصة معروفة. قال أنا كنت قاعد قال حاضر القصة دي يا ناس الكلام ده كيف؟ قال قاعد حاضرة كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي. قال وكنت مع إبراهيم ملقا بناره. إبراهيم وكت ألقوه في النار وربنا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال أنا كنت قاعد هو قاعد معه ملقا بناره. قال مش كده بس قال وما برد النيران إلا بتفلتي أو إلا بدعوتي. أنا قال الدعيت ونار إبراهيم دي طفت. قال أنا كنت مع يعقوب في غشو عينه لما أصاب العمى. كويس هو ده بقول كده. قال كنت معه. قال وما برئت عيناه إلا بتفلتي. أنا قال تفيت في عينه بقى كويس. ده يجي واحد يقول لك شيرك ما في لحد ما قال أنا كنت مع موسى وكنت مع عيسى وكنت مع أيوب كلهم. بعد ده قال أنا الذاكرة. الذاكرة دي ممكن نفهمها إنه الزول البسكر صح؟ الذاكرة ده الزول البسكر. طيب قال أنا الذاكرة المذكور. فسر لي دي كده الذاكر المذكور الذاكر البذكر والمذكور ده البذكر. أنا الذاكر المذكور في كل مسمع. أنا السامع المسموع في كل مضمر. أنا العاشق المعشوق في كل مضمر. أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي. ها رأيكم شنو؟ أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. بعد ما قال الكلام ده كله دار يبرهن انه هو الله. كويس؟ قال وما قلت هذا القول فخرا. يعني تقول انت الله وما دار تفتخر؟ يعني لو دار تفتخر حتقول شنو ثاني؟ بس انا دار اعرف لو دار يفتخر حيقول شنو يعني؟ قال وما قلت هذا القول فخرا وانما اتى الاذن كيما يعرفون حقيقتي. قال وما قلته إلا بعدما قيل لي قل ولا تخف
فأنت ولي في مقام الولاية. أه رأيك شنو؟ شرك فيه ولا ما في؟ ما في؟ تقيل. وده كتاب واحد ولسه في كتب هذه قاعدة تعيد كتب فيها بلاوي تحيرك انت ذاته تحيرك. ده كلام بس يقوله ذو العقل يا اخوانا. ودي واحد يقول لك لا ما لا لا الأمة دي شرك ما فيها ما في. طيب أنا لسه بناقشك انت قلت شرك ما في؟ شرك ما في معناه في خير. أصل الأمة دي لو ما فيها شرك ما انت معناه الأمور دي ماشية تمام كويس. انت قاعد تتكلم في الوهابية. الوهابية ده المعلوم سووا شنو؟ مشركين؟ أكان قلت مشركين يبقى واحد يقول لي شرك ما في. ما الوهابية ده قاعدين في الأمة معناه مشركين معناه في شرك قاعد في الأمة. لو قلت الوهابية بتكرهوني انت ليل مع مشركين إذا مالك معاهم؟ مشكلتك معاهم شنو؟ ها؟ ضنوا في الأولياء. أنا بقدر أناقش النقطة دي لأنه هم متناقضين ذاتهم. يقول لك ما في شرك ما في شرك بتنضم فينا احنا معنا سواء احنا شنو احنا قاعد نبيع بانجو؟ لا لا بانجو ما قاعد نبيع بنشربه؟ ما قاعد نشرب في شنو؟ سوينا شنو احنا؟ قلنا في الجامع؟ لا مالنا. انت لو قلت ما في شرك اوعك ثاني تنضم فينا. وهابي برطع في البلد دي ما وهابي غيره ما دام ما في شرك أمس. لكن نفس الوقت يجي واحد شيء يقول لك يا مولانا في ناس بيقولوا الله في السماء. اها ديل انت رايك فيهم شنو؟ خلينا احنا انت رايك فيهم شنو؟ يقول لك ديل مجسمه مشركين. طيب ما قلت شرك ما في؟ ما قلت شرك ما في؟ ديل ليه مشركين؟ ولا الشرك ده لما يبقى عليك انت بيبقى ما في ولما يبقى على غيرك غيرك بيبقى فيه. ده تناقض وده الناس جهله. في النهايه الشرك ده اخواننا في الامه دي موجود والشرك ده ما يعفى عنه انسان. انت ما تقول لي انا لا لا خلاص نحن ما دام قلنا لا اله الا الله ثاني ما ممكن نشرك. نعم ممكن تقول لا اله الا الله وتنغضها ما بتتنغض. يا اخي الصحابه قاتلوا ناس اسم قوم مسيلمه الكذاب بنو حنيفه. صحابه قاتلوهم وقتلوهم بيه مسيلمه قتلوه. قاتلوهم ليه؟ ليه؟ ديلك ما بيقولوا لا اله الا الله؟ حداك بيقولوا لا اله الا الله بيقولوها. أها ليه قاتلوهم؟ قاتلوهم لأنهم رفعوا مسيلمة في مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الموضوع كله. ما قالوا رسول الله ما رسول ولا كذاب لا قالوا رسول وربنا رسله ونحن مؤمنين بالقرآن وربنا إلهنا كل مقتنعين به. لكن قالوا مسيلمة شريك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة. طيب العلماء قالوا ما دام ذيل رفعوا مسيلمة في مكان رسول الله حاربوهم الصحابة وقتلوهم فكيف بمن رفع دجالا مشعوذا في مكان الله جل وعلا؟ يبقى مشرك ولا ما مشرك؟ ما تقولوا ساي يا ناس. دي الناس ما فاهمين عشان كده ما تحضر لهم حلقات ولا تسمع لهم وبلخبطوا لك راسك. في قنوات كثيره شغاله، قناه الخضراء شغاله وقناه ما تعرف ساهور وما تعرف الكوثر وغيرها. ديل دار يضللوك. اسمع كلامي ده كويس. ديل دارين يضللوك ويحرفوك على الصراط المستقيم ويدخلوا عليك بحب النبي. سمعت مره مار كده في مستشفى بجنب التلفزيون بتاع مستشفى قناه بتاع ساهور شغاله جايبين واحدة بتمدح، واحدة ما واحد، واحدة بتمدح في النبي ومتدرجة شفتها زي ما انتوا عارفين براكم بس كويس؟ الزولة دي بدت أحمد يا حبيبي سلام عليك عشان يقول شو الجماعة يبدلك كده أحمد يا حبيبي أحمد ده النبي صلى الله عليه وسلم يا حبيبي سلام عليك وهي كذابة ساي لكن مشينا لها. قال السلام عليك يا مسكي وطيبي سلام عليك كويس مشينا. اها بعديها سلام عليك يا كاشف الكروب. هذا شنو؟ النبي بيكشف الكروب؟ النبي ما بيكشف الكروب ده شرك. بعديها سلام عليك يا غافر الذنوب سلام عليك.
وجماعة القوم يمدح ما جايب الخبر. يا سلام حب النبي زيدين أقول لك أروينا في النبي. ها أنت جايب خبر ترويك في شنو؟ ترويك في الشرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيمدحوه كده؟ يا أخي الناس لو بتمدح مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالضوابط الشرعية والله يسمح ماله. إحنا ذاته بنسمع ونقول ذاته معاه بس ما يجيب لنا فتاة متبرجة زي دي برا. اثنين ما يجيب لنا موسيقى، شيل الموسيقى برا. بعد ذاك ما يقول لنا كلام غلط، كلام حرام غلط ما يقولوا. يقولوا زي حسان بن ثابت، حق حسان ما قالوا هسه. قال وما فقد الماضون مثل محمد وما مثله حتى القيامة يفقد. شوف الكلام ده كيف، ده مدح رصين للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الناس اللي ورانا كده ورا النبي صلى الله عليه وسلم ما فقدوا بموت أحد مثل فقد الناس لمحمد، الوراو كلهم، وما مثله لقدام وما مثله حتى القيامة يفقد. كويس، ما يمدح زي ده، ده ما كلام كويس. أبو طالب قال لهم داك مشرك كمان، قال لهم قال وإن فخر، قال إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها. السر يعني الأعلى والصميم يعني الخالص. قال لهم بني عبد مناف دي سرها وصميمها. قال وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وصميمها. ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام رصين ما في مشكلة. كويس، انت تقول كلام زي ده احنا ما عندنا مشكلة، قول كلام دغري، كلام كويس ما فيه غلو، ما فيه إطراء، ما فيه مدح بالباطل، ما فيه موسيقى، ما فيه تبرج، ما فيه كلام لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن يجي يقول لك كلام فارغ ومدايع شركية، والله وإلى الله المشتكى. عموما الأسئلة دي كثيرة، زي ما يقضينا نلتقي إن شاء الله الحلقة القادمة.